اليوم معايا الأستاذة زين بخيار، ولكن هناك استثناء. زين بخيار اليوم ملاحظة ليس لها الحق في الكلام. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع تهامي بن ناني. مشاهدينا الكرام، اليوم معايا الأستاذة زين بخيار، ولكن هناك استثناء. زين بخيار اليوم ملاحظة ليس لها الحق في الكلام، انطلاقا من القرار اللي عطته لها النقابة ما تكلمش في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، احتراما للرأي العام، والأستاذة زين بخيار قالت لي يجب علي أن أرضي جميع الأطراف وفق القانون. المسألة الأولى أنه تكون على جد مقربة من الرأي العام اللي هو متبع هذا الملف، وفي نفس الوقت ترضي النقابة بطبيعة الحال اللي خرجت بقرار ليلى المستشارة القانونية اللي كانت في الملف، انسحبت منه في اختلاف بطبيعة الحال في أمور كتعلق بجوهر القانون في الملف بينها مع الأم حياة، ولكن تبقى لها الصلاحية كمحللة في الموضوع أمام الرأي العام، وبحكم أنها مستشارة قانونية ملمة بهذا الملف. في خضم الموضوع ليلى ربطت بين الاتصال ولا مستجدات جديدة في الموضوع. قالت لي ليلى تمنيت حقائق وصلوا لها اليوم، كون وصلت لها في الوقت اللي كنت أنا كنتبع الملف مع الأم. ما هي هذه المستجدات؟ تبعوا معايا. أولا غادي نقول لك شكرا لأنك تحلي معنا في الموضوع وكتحترمي الرأي العام اللي هو متتبع. السؤال اللي عندي انطلاقا من الجلسة الأخيرة تبعتي عن بعد، كانت الأم شتي الوضع ديالها كان ليس على ما يرام، شي أن ما متبعش الأمور الجنائية، ما كتعرفش أنه داك الشيء فيه وقت وفي واحد الشكلية أمور أخرى تناقش الموضوع كأم، والأم لا تناقش. أنت كيفاش شفتي هاد الجلسة وكيفاش شفتي الأمور وهاد الجديد اللي قلتي لي دابا اللي الرأي العام غيتبعوا معنا؟ تفضلي. اولا كنشكركم الحضور مجددا وتتبع هذا الملف. ثانيا كنشكركم مره اخرى لانكم عطيتوني الكلمه باش نهضر في هذا الملف ولو انني انسحبت منه، لانني ما يمكنليش حتى انا نكون تخليت على السيده حياه العالمي وعلى الابناء ديالها في ايصال الصوت الى الراي العام اللي متشوق انه يعرف ماذا يقع، واللي كيتمنى اننا نكونوا حداها في الجلسات، ولكن حنا راه كنساندوها ولو من بعيد، لان اللي وقع هذه المره الاخرى في الجلسه كان منتظر. علاش؟ لان خص ضروري المستشار يوري الشخص المستشير كيفاش الاطوار ديال المحاكمه، وهذا الشيء راه ما كيتقراش لا في كتبه لا شي حاجه، خاصو يعرفوا باش ما كيخرجش مثلا واحد الخرجه تحسب عليه. فحنايا كنعذروا السيده حياه العالمي وكنقدم لها تحيه من هذا المنبر وكنشجعها على الصبر ديالها، ومعليش انا كنقول لها القضاء كيفوت الامهات بحال هاد الزلات بسيطه كتسمى، لان لابد خصك شي واحد يرشدك لما هو حقيقي. فانا كنت مثلا كاينه معاها غادي نقول لها هذاك الشيء عادي، لانها كتسمى الدفوع الشكليه. الدفوع الشكليه خص الناس كلها يعرفوا بانه المحكمه قبل ما كتسمع لك انت اش كتقول كتشوف معاك كيفاش تجرات الاجراءات كيفاش كانت. اذا الدفاع ديال الخصوم خيدفع بواحد الدفوع شكليه اللي كيتقول مثلا الشكل ديال المسطره ما كانتش، هذا الاجراء ما دارش مزيان، هذا التحقيق ما كانش، هادشي هادوك هما الدفوع واللي كيديروهم بواحد الصوت عالي بواحد، ومن بينهم غادي يقولوا لا السيده ما عندهاش الصفه، فهمتي؟ باش هي غتحس غتقول كيفاش الاساتذه ديال الخصم كيقولوا انني ما عنديش الصفه. ولكن انا اش كنت غنقول لها؟ غير تأناي وصبري وما تهضريش حتى يتوجه لك الكلام، حتى نوصلوا للموضوع. صيفتك ماشي هما اللي غيحددوها لك، هما حقيقه كيبداو يستبعدوا، لان تيقولوا حنايا دابا كاين القاعد غادي نمشيو معاها تجيب لنا الاراثه. حنايا شايفين بانه ماشي ضروري انها غتجيب هذه الاراثه، حنايا شايفين بان الا دارت المطالب المدنيه الاستاذه زينب خيار مشكوره من هذا المنبر عارفه كيفاش غادي تاخذ لها حقها. فحنايا بغيناهاش تدمر من هذاك الجانب اللي هما كان فيه الغوات، هذا الشيء راه عادي راه مازال غيزيد يغوتو، ومازال الراي العام عنده مفاجات، لان هذا الشيء ديال الشكل راه يمكن يكون جوج ثلاثه ديال الحصات، ماشي يعني شي حاجه غريبه. عاد من بعد القاضي ملي تيشوف هذا الجانب وهذا الجانب عاد كينتقل الموضوع. فديك الساعه في الموضوع هو غيعيط ليها، ديك الساعه الاخرين هما خصهم يقولوا له لا 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 سيدي راه هذيك لا كتبقى الكلمه للقضاء،
هو اللي تيعطي الصفه للواحد تيقول له لا انت عندك الحق في هذا الملف هذا. ما حنايا في الجلسات الاخرين وفي المحاكمات الاخرين ديال القاصر وديال الملف الاخر كنا ضمننا لها الصفه لان المحكمه سمعت لها وخرجوا احكام، خرجوا احكام بانها فيها صفتها كأم وان ولدها مختفي. الان ملي تغير المسار واكتشفوا واحد المعطيات جديده اللي كاينه اللي عاد جات في الملف واللي ما كانتش مني كنت انا والسيده حياه العالمي كناخذوا الصور كناخذوا اون كوبي من الملف، راه ما كانش هذا الشيء كاين في سميتو. وهذا الشيء حنا عندنا طبيعي، علاش؟ لان بعض المرات كيكون البوكس كبير، كيكون الملف فيه 3 4 ديال لي بوكس، كيجي غير واحد كيقول لك لا بقى عندنا في لي زارشيف. نعم سمحتي لي استاذه، الفقره الاولى واضحه، جاوبتينا انه الام غير ملمه لان استاذه ديال التعليم هي ما كانتش عارفه حيثيه ملفات الجنائيه الدفعات الشكليه، واخا كتاخذ وقت طويل. قلتي لي واحد الكلمه قبل من التسجيل، قلتي لي شي حقائق اللي بانوا دابا في الملف من صور من شي امور اللي انا انبهرت صراحه. قلتي لي تمنيت كون هاد الوثائق تلقاو في الوقت اللي كنت، قلتي لي وانا غنتكلم عليهم، هما اللي بغينا الراي العام توضح لي الامور. بطبيعه الحال ان الواحد ملي كيكون خدام في واحد الملف وكيكون خدا غير النص ديالو راه كيبقى فيه الحال انه ما مشاش وبحث ووصل لواحد الحاجات اللي يوصلك للحقيقه النهائيه اللي خصك تمشي فيها التوجه لا الدفاع ولا التوجه ديال المحكمه. ففعلا هما من دابا ظهروا واحد الجزء من الملف اللي هو فيه واحد التقرير وفيه واحد الخبره وفيه واحد القرص المدمج، فاكيد ان الدفاع غادي يدافع على هذا القرص هذا وغيطرحوا امام المحكمه لانه جزء لا يتجزا من الملف. راه حنا ماشي حنا جبناه من راسنا، راه كاين، غير هو ما كانش في الوقت اللي حنايا كنا طلعنا على الملف، وحتى كانت معنا استاذه خير وكان ما كاينش حتى من بعد ما حنايا انسحبت انا من الملف عاد هو ظهر هذا سميتو. وعادي راه انا عندي ملفات ديال الناس واحد اخرين حتى هما كيوقع لهم بحال هكا، لكن اللي مهم هي انه كاين واحد القرص مدمج اللي تحدثوا عليه واللي هو كان كتقرير ديال معاينه ديال مسرح الجريمه في ديك الوقت اللي كانت في ديك المرحله اللي كانوا لقاو فيها واحد الجثه في واحد المنطقه اللي الا درنا المقارنات غادي نلقاو تقريبا هذاك الجسم وتقريبا ديك المكان وتقريبا. اذا كاين تماك واحد القرص المدمج لابد ان المحكمه الموقره غادي تعرضوا امام الشاشه لاننا احنا امام علانيه، امام جلسه علانيه، وهذا الشيء حنايا عندنا في ملفات واحد اخرين اللي دابا في الرباط طالبين انهم يتعرضوا لي سي دي وتعرض الفيديو اللي كاين فيهم وداك المعلومات اللي تجمعت تعرض كلها امام الهيئه الموقره وامام الدفاع وامام العموم. لا. لاننا نبقى في جلسه عموميه. الا كان ممكن باش الراي العام يستوعب معنا هذه الادله اللي قلتي مهمه في الموضوع، قلتي قرص مدمج، شرحي لنا هذا القرص الابعاد ديالو وشنو فيه. المستجدات اللي وقعت في الملف هي انه كاين واحد التقرير ديال الدرك الملكي وكاين قرص مدمج. دابا اللي غادي يوقع في الملف هي ان هذاك التقرير كيتحلل على طريقه ديال شنو مكتوب فيه ما بين الوقائع ديال وقتاش تلقات هذيك الجثه اللي كيقولوا هما ديال تهامي بناني. غادي نشوفوا ما بين انه مثلا تاريخ الاختفاء اللي كان هو 13/4/2007 وما بين تاريخ ديال اللي تلقات وتاريخ ديال 4/4 ديال الخبره اللي تنجزات. فهاد التواريخ هذه كتحدد لك بانه تقدر تكون واحد العلاقه مع الاختفاء ديال تهامي بناني وتكون تقدر تكون هي هذيك الجثه. وبالتالي شكون اللي غادي يزيد ياكدها هي القرص المدمج اللي فيه الفيلم كامل وفيديو ديال مسرح الجريمه، حيت حنا دابا ما عندنا لا مسرح جريمه لا ملابس لا حتى شي حاجه، عندنا صور فيها شخص مفحم وعندنا قرص مدمج وتقرير ديال الخبره وديال الواقعه اللي وقعت بعد واحد المده ديال 19 يوم من الاختفاء تهامي بناني. وبالتالي التوجه اللي كاين الجديد اللي يقدر يفيد الملف هو يعني مراسله السيد المحافظ على المقبره، مطالبته بامداد بشهاده ديال الدفن، لان دابا هو كيقول انا دفنته ولكن غيقول لك راني غلطت في رقم القبر وعطيت 440، شي شويه غيقول لك لا ماشي هو شويه. حنايا ما عندناش مشكل، هو مجبر لانه هذه مسؤوليه الدوله، حنايا ما غاديش نبقاو نناقشوا معاه. قلتي لنا دفنتي يلا عطينا الرقم ديال الحقيقي الصحيح ديال الدفن، لان حنا عارفين في الخبره الاولى اللي كانت سطراتها المحكمه المقره صدق ماشي تهامي بناني، فهو مجبر انه يعطينا واحد الشهاده ديال الدفن باش حنايا نقدروا نهضروا مع المحكمه المقره وتقدر السيده حياه تعطي صفه واحده اخرى لراسها باش تهضر مع المحكمه على اساس
القتل والعمد والتمثيل بالجوتا يعني كل ما يأتي من متابعات. أما قبل فما كانتش عندها هذه الصفة هذه وما تقدرش تأخذها، فالسي المحافظ على المقابر مجبر أنه يعطينا هذه الوثائق، وداك الشيء اللي غادي تمشي فيه الدفاع المحترم أستاذة زينب اللي كنحييها من هذا المنبر، واللي يعني أكيد أنكم عرفتي وما يمكن لهاش تتكلم، وحنا ما غاديش نخليو السيدة حياة العالمي بوحديتها ما غيتكلم عليها حتى شي واحد، دائما أنا كنساندها ودائما أنا في جنبها وكنحييها من هذا المنبر، كنقول لها أنا راه عمري ما غنتخلى عليك، وإلا ما كان الصوت ديالك غيوصل للعموم غادي نوصلو لك أنا بالحق وبالمطالبة بالحق ديالك وديال ولدك. أستاذة إذا كان ممكن أنت بصفتك كملاحظة وفي نفس الوقت كمتتبعة ومحللة للموضوع، هاد الأدلة والوثائق الجديدة كيفاش كتشوفي انت هاد الأدلة والقوة ديالها؟ ومن بين واحد المحضر أعتقد كان في 2019 حتى هو تكلمي لي عليه، هاد الشيء كيفاش كتشوفيه اللي غادي يعزز في الملف باش توضح الصورة عند العدالة أكثر؟ فعلا كنشكرك على هذا السؤال. هذا فعلا الملف دابا فيه معطيات جديده ما كانتش من قبل، وهي واحد المحضر اللي فيه واحد يعني ترتيب ديال الوقائع وفيه صور، وهذيك الصور طلعت عليها الاستاذه خيار مشكوره والسيده حياه العالمي، ولكن نقدر انا نوصفها على اساس انه واحد الصور ديال واحد الجثة اللي مفحمه الوجه واليدين، وانه بشره بيضاء بحال ذكرت الخبيره، وانه القانون في الفصل كيقول لك خاصك باش تكون عندك واحد الجريمه مكتمله خاص الاركان ديالها يكونوا مكتملين، اللي كتكون هي الركن المادي وهو الفعل ديال الجرم، والركن المعنوي اللي هو النيه والغرض والتخطيط لتحقيق هذه الجريمه، والركن القانوني اللي هو النص القانوني الذي ينطبق على هذه الواقع. ولكن ملي كنقولوا اعضاء مفحمه ووجه مفحم راه عندنا وسائل اخرى اللي هي مثلا اعاده تاسيس الجمجمه باش نتاكدوا، ماشي غنقولوا حنا مفحم راه معليته راه اسود كلشي اسود، باش تعرف نتايا ما بقات حتى شي حاجه في الوجه وغادي تقول انا هذاك. والباقي هي انه بدات كضرب بعض الحاجات جديدين، هي ان مثلا الملابس راه خبروا الاستاذه زينب خيار انهم كاينين وانهم في المحجوزات، وانهم واخا يكونوا مصبرين ولا ماشي مصبرين راه غادي يجيو يحضروا امام المحكمه، وكاين هذاك القرص المدمج، وحنايا هادو واحد الادله اللي غادي تدلي بهم للمحكمه المقره. استاذه شكرا لك، كنتمنوا لك التوفيق استاذه، الله يوفقك في المهمه ديالك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مجموعه من النقط في الموضوع، كذلك التحليل ديال الاستاذه ليلى العماني اللي على درايه بالملف من الاول ديالو، ولكن يبقى لها الحق كمحلله كمتتبعه، شانها شان اي مغربي كيطالع ومتتبع لهذا الملف. مشاهدينا الكرام مستجدات جديده في الموضوع والتشويق دائما في هذا الملف. مشاهدينا الكرام السؤال المطروح في الاخير، من هو الجاني ومن هو الضحيه؟ القضاء هو صاحب القرار في الاخير. نحن على تتبع دائما الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضيه. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.